ايوه اخيرا اني وصلت. اوه هذا شنو؟ معقوله هذا الكوكب طلع حقيقي؟ لحظه، السلام عليكم صديقي. وعليكم السلام، اهلا وسهلا صديقي. اسمعني، اني معاي اكبر كوكب بالعالم. هذا الكوكب يا اوغا داخله شيء بعمرك ما شايفه، اقوى شيء بماينكرافت. لحظة، مثل شنو شي بعمري ما شايفه؟ مالك شغل، اكو شغلات رهيبة داخل الكوكب، واليوم اني راح اقول لك شنو موجود. يلا جاهز؟ اوه يا عيال سمعتوا، راح نكتشف شنو موجود داخل كوكب الإيميرالد العملاق الاسطوري، اكبر كوكب بالتاريخ. والله رهيب. بس لحظة، شلون راح اصعد له؟ اوه هذا السؤال المهم. مثل ما تشوف يا اوغا، عندي صندوق هنا، وهذا الصندوق داخله اغراض بعمرك ما شايفها، رهيبه يا اوغا. هاي الاغراض راح تخليك تصعد لهذا الكوكب الإيميرالداوي الاسطوري. اوكي خلي اخذ الاغراض واصعد. لا 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 لا, لا, لا مو بهاي السهوله، صندوق مغلق، انا غلقته. ايه راح اموت، انتبه. اسمعني، اذا تريد تصعد لهذا الكوكب لازم تجيب لي 100 بلوكه إيميرالد. سمعت؟ والله غالي. اي طبعا غالي، اذا ما يعجبك السعر مالك روح لهذا الكوكب الدايموندي الفاشل. يلا. اوكي والله غالي يا عيال. انا اعرف عندك كوكب مال إيميرالد، بس مو لهي الدرجه يطلب من عندي 100 بلوكه. انتم متعرفون ال 100 بلوكه اقدر اشتري بيها مدينه كامله بماينكرافت. اوكي مو مشكله، خلي نروح لهذا الشخص. هاي اوه ذاك شنو؟ لا يكون هذا القمر. والله ما اعرف اني. اوه هلا والله، السلام عليكم صديقي، شلونك؟ هلا هلا، شو الاخبار يا واغا؟ اهلا اهلا وسهلا. اسمعني بصراحه، انا كنت طالع جوله بالمدينه، ويعني عجبني هذا الكوكب مالتك الجميل الحلو، فحبيت اعرف شنو موجود داخله. هذا فيه اغراض خنفوشاريه بعمرك ما شايفه. والله العظيم شكلك كذاب انت، لو كلامك صحيح خليني اصعد واشوف. لا كلامي صحيح، لا ماكو، لازم تدفع. شنو؟ طيب اوكي، كم حبة دايموند تريد اجيب لك؟ لازم تدفع 50 بلوك دايموند. والله غالي غالي. هنا غالي، سهلة مرة. انت تقول سهلة لان انت غني، انا فقير ما معي هذا المبلغ. والله. لا سهلة يا أخي، وأصلا تستاهل، فيه كتير موارد أسطورية طبعا. يعني إذا أجيب لك 50 بلوكة دايمود وأعطيك إياهن، هل راح أعوضهن وألقى شغلات تسوى داخل الكوكب؟ إيه بجت لي تسوى. ما ينفتح. لا خطط ولا بطيخ. طيب شنو داخل الصندوق؟ شنو داخل الصندوق غير تقول لي؟ بالصندوق الموارد اللي راح تصعد فيهم للكوكب. حلو. موارد أسطورية. والله رهيب يا عيال. طيب عمو خليني اصعد واوعدك اجيب لك المبلغ بعدين. لا ماكو، انقله، ما معك فلوس انقله. يطردني شباب، ما عندي حل الا اروح الصاحب كوكب الايرون الفقير. مثل ما جاي تشوفون هذا هو صاحب كوكب الايرون الفقير. اوه هذا الصندوق. اوكي يا عيال هلا. هاي ورع ورع، لا تمد ايدك، لا تمد ايدك، لا تمد ايدك. هاي يختبئ هنا خلف الشجر. اوكي لحد ما يجي، والله مصيبه هاي. هاي لا تمد ايدك على الصندوق يا ورع، جايك. يلا جايك. شلون ما متيت؟ شلون ما متيت؟ انا محترف، هذا الكوكب مالتي والله مليت من عده، اريد ابيعه. تريد تشتري؟ تعال اشتري، تعال اريدك. لحظه، انا رحت الكواكب الموجوده بالمدينه كلهن اسطوريات بس غاليات، انا ما معي فلوس ما اجيب لك. هذا مره رخيص يمين بالله، هذا سعره بلوك دايموند ونص. اوكي بلوك دايموند ونص، يعني بلوكه وخمس حبات دايموند. اوكي طيب، انا بصراحه السعر مالتك حلو يعني رخيص، بلوك دايموند ونص، بس يعني من وين راح اجيب لك الدايموند؟ ما معي دايموند. خلاص بلوك الك خالي، مش لك. الحين تمام، فقط يعني 9 حبات دايموند او بلوكه، مو هاي 9 حبات دايموند او بلوكه. خلاص هاي سويت لك تخفيض ما في احلى منه. اوكي والله شباب عجبني الموضوع، يعني ببلوك دايمود وحده راح اشتري كوكب الايرون الفقير او القمر، ما ادري ايش يسمونه. بس لحظه قبل لا اشتري هذا كوكب القمر الايروني. اوكي شنو موجود داخلي اريد اعرف. لا لازم تقول اول مره اسمه، كوكب القمر الايروني. اوكي كوكب القمر الايروني شنو موجود داخله؟ شغلات داخل اكيد اكو غرفه يعني زي المكوك الفضائي. وداخله شغلات مره جامده وما اقدر اقول لك عليها شلون، لازم انه انت تدفع لي اول مره حبه دايموند حتى اقول لك شنو موجود داخله. يا عيال سمعتوا، اكو داخله شغلات رهيبه. يعني جت لي خطه اليوم بالليل. اسمع لا ليل ولا صبح، ترى اني ابقى حارس، اني وايد جماعتي. شوف هذا صاحب كوكب الدايموند وكوكب الايميرالد، ترى احنا ما ننام،
يعني اذا لا تحاول انه انت تجي تسرق، اوكي جيب لك الدايموند وتعال. لا غير الفكره، غير الفكره، أوكي. غير فكره السرقه. سمعتك ترى يا عيال، ما يريدني اسرقه والله، مصيبه هاي. ما عندي حل الا اجيب له دايموند. خلاص راح اروح اشتغل بالمدينه، اكو مزرعه هنا أنا. راح اروح اشتغل بيها وان شاء الله راح احصل الايرون يا عيال او الدايموند. اوكي اوكي وصلت يا عيال. العم والعجوز، هلا والله عمو، شلونك شخبارك؟ هلا والله، هلا والله خالي، شلونك شخبارك؟ شو مسوي؟ شغله طيب؟ هلا والله، هلا والله الحمد لله. اسمعني عمو، انا بصراحه ما اريد اطول عليك، اريد اسوي التحدي الجديد مالتك، واذا افوز بيه توعدني تنطيني بلوك الدايموند. اوكي ايه اكيد اعطيك بلوك، بلوكتين دايموند، مو حتى بلوك واحده. إيه. كفو كفو، يلا 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 خلي اشارك بالتحدي. افتح لي الباب. إيه ولكن ولكن لا لا، لازم قبل تشارك بالتحدي لازم المتابعين يضغطوا لايك واحد. اوكي اريد لايك واحد فقط، فقط أوكي. لايك واحد شباب، اريد فقط لايك واحد، كلكم حطوا لايك واحد ويلا خلينا نبدا بالتحدي. يلا يلا افتح لي الباب، افتح لي الباب. ولكن لازم تجيب بيكاكس وياك، لان هنا المكان مسدود وما لقيت لي ولا واحد يجيب لي هنا شو اسمه. اوكي اوكي ما يحتاج بيكوكس، ما يحتاج بيكوكس يا صديقي. شوف انا شنو راح اسوي، تعال تعال شوف ويا، شوف شوف شوف. انا محترف. باوع 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 حليت. لا ممنوع، لا مسموع. لا 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 ممنوع، لا ممنوع ممنوع. شنو مسموع؟ جيب بيكوكس او اكسر بيدك. ما ما لا اطلع برا. لا 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 اسمع. اوكي والله اللي اسويها خلاص. انا الحجي هنا اللي احكم بهذا المكان ومكاني، تعال اكسر. انا راح اكسر. لا لا يا ورع. اوه يس، دخلت دخلت. والله ما اعطيك بلوك الدايموند، ما اعطيك، ما تخاف ما تخاف. بسرعه بسرعه خلي يخلص التحدي يا عيال. اوكي اوكي يلا يلا، ما اعطيك بلوك الدايموند ترى، ما اعطيك اياه، ما احتاجك. انا اكو جائزه موجوده بالنهايه. يلا يلا يا عيال، انا راح اسبقك، انا راح اسبقك وتشوف. اوكي اوكي اوه يس. لا يا ورع. اوكي لا لا يا ورع، لا لا راح اموت راح اموت. لا اوكي يا عيال، الحين شلون اقدر اعبر هاي؟ لازم اكسرها. اوه والله مصيبه، لازم اروح على السريع. انا لقيت الصندوق، والله راح احرمك من بلوكه الدايموند يا ورع. بتشوف. اوكي لا 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 يا عيال، لا راح ياخذ الصندوق، والله مصيبه هاي. تعال هاي حرمتك منها هسه، تعال يلا حرمتك من الصندوق. لا قلت لك لا لا، تسمع كلامي ولكن انت ما تسمع الكلام، فتستاهل. لا لا الله عليك عمو، خلاص اني اسف اني اسف. اوكي لا 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 خل، لازم لازم انه انت تطلب الاعتذار، انا ما اسامحك. خلاص صندوق فاضي، كل شيء ما بيه، لا تخاف. هاي البلوكه الدايموند موجوده عندي وما راح اعطيك اياها، لانك انت ما سمعت الكلام. قلت لك ادخل من الباب، طلعت من جوا من برا من برا. خلاص خلاص عمو العجوز، انا اسف واوعدك ان شاء الله بعد ما اعيدها بالمرات الجايه. اوكي راح اعاقبك وراح اعطيك 8 حبات دايموند، وهاي الحبه راح اخليها عندي. لا لا الله عليك عمو، والله محتاجها، والله محتاجها. شمرت شمرتها باللافا، هذا هو. لا والله شمرتها باللافا. لا الله عليك اعطيني اياها، والله انا محتاجها. شمرتها باللافا، ما عندي ما عندي، شمرتها باللافا. اوه يا عيال، ما عندي حل الا اروح اسرق بيت من البيوت بالمدينه واحصل الدايموند. يلا يلا مو مشكله، خلي ارجع واسوي الخطه الرهيبه مالتي. ما دام هذا ما يقبل يساعدني راح اروح للبيت ماله واسرقه يا عيال. اوكي يلا بينا. اوكي اوكي يا عيال، مثل ما جاي تشوفون سرقنا شنو سرقنا؟ حصلنا 8 حبات دايموند بس ناقصتني وحده. اوه والله ما اقدر الا اروح له اقول له يسوي لي تخفيض. السلام عليكم. هاي جبت لي بلوك الدايموند او لا؟ قل لي. والله بصراحه كنت راح احصل بلوكات الدايموند بس هذا صاحب التحدي عمو العجوز طردني وشافني ما استاهل واعطاني فقط 8 حبات. اتمنى تقبل هذا الشيء. ماني قلت لك بلوك ونص بالبدايه، بعدين سويت لك تخفيض النص، شلت لك اياه وقلت لك بلوك، وشوف تضحك علي وجايب لي 8 حبات راح انقلع لك. والله العظيم اسمعني صديقي، اوعدك اوعدك اوعدك، اذا خليتني ادخل هاي المره، المره الجايه اجيب لك المبلغ اللي طلبه من عندي والله العظيم. خلاص يلا جيب اجيب، عطني يلا عطني عطني يلا. يلا شنو دخل الصندوق؟ شنو دخل الصندوق؟ لا لا تفتح، شنو الصندوق؟ ايش بك انت؟ الصندوق فقط انا افتحه، فقط انا افتحه. اوكي شباب شكله داخله شغلات رهيبه. اوه ايرون. اسكت تعال معي، اسكت تعال. لا لا انا اصعد، اعطيني اعطيني، اريد اصعد. هسه راح انطيك الدرج وانا راح اصعد اللي فوق. اوكي تعال اوكي، اصعد بالدرج، اصعد اصعد، راح اشوفك شنو موجود داخل الكوكب. تعال لحظه يا عيال، هلا والله اجيت لك اجيت لك، بس انا لو اعرف شنو موجود داخل كوكب الايرون الفقير القمر، ما ادري ايش يسمونه هذا. يلا انا صعدت صعدت. لا جبت العيد بالاسم، اطلع برا خلاص. لا 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 لا، كوكب القمر الايروني، مو قلت لك عليه مرتين؟ خلاص كوكب القمر الايروني. اوكي يلا مو مشكله، وخر ابو اذا تقول كوكب الايرون خلاص راح ارجع لك 8 حبات دايموند مالتك وخلاص. تمام تمام، انا اسف انا اسف انا اسف يا صديقي. اوكي يلا صعد صعد، هاي تفيدني. اوكي اوكي اصعد 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 اصعد، وصلنا رسميا. اوكي اوكي اجيت انا اجيت اجيت، انتظرني. واو اوكي
شنو موجود هنا؟ اوكي يلا بس لا لا اطلع برا، اطلع برا، جيب بعد حبه دايموند. خلاص غيرت رايي، روح. ما عندي يا اخي والله ما عندي، من وين اجيب لك الدا؟ خلاص هذا السلالم كله نخذني اللي عندي. اوكي بعد ما عندي غير. طيب خلاص يلا ادخل 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 ادخل، يلا ادخل. اوكي يا الله، بسم الله الرحمن. لا تباوع، انتظر. اوكي لا باوع، هذا كوكب ما شنو هذا؟ سرقني. شنو هذا الكوكب الفاشل هذا؟ شنو كوكب فاشل؟ شبيك؟ شنو موجود هنا؟ وخر بالله. اي موجود شغلات اسطوريه ايرونيه شباب، ترو ايرون. والله توقعت داخل شغلات خرافيه يا اخي. تريد شغلات خرافيه؟ روح لذاك الكوكب الدايموند. انا عندي كوكب ايرون ترى، مو كوكب من نذر رايت. شبيك؟ روح لهذا مال دايموند راح تلاقي شغلات خرافيه. خدعني، خليتني اسوي مهماتك الغبيه وبالاخير شباب هرب هرب. اوكي اسمع، اوكي تأدب المرة الجاية اعرف شنو اطلع من فمك. اوكي 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 خلاص خلاص، انا اسف انا اسف. ما تقدر تسوي، ما تقدر تسوي كذا انت مو. اوكي اوه يا عيال تستاهل. اوكي اوكي يلا يا عيال، مثل ما هذا الغبي مات خليني اروح اشوف شنو موجود داخل الصندوق مالته. اوكي ما ينفتح، انفتح واخيرا. هاي الاغراض، لا لا تعال رجع 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 ورع ورع. هرب خليه ياخذ. لا والله شباب. اوكي اوكي خليه اهرب واروح لصاحب كوكب الدايموند اقول له يساعدني حتى احصل الكوكب مالته، هذا الكوكب الايروني الفاشل بعد ما اريده يا عيال. يلا يلا احترم نفسك، الكوكب مالتي مو فاشل، احترم نفسك. خلاص يعني خلاص يلا خليني اشوف شلون هذا راح يخليك تدخل الكوكب مالته. يلا خليك. السلام عليكم صديقي صاحب كوكب الدايموند، شلونك؟ الاخبار يا بابا؟ جبت شبت ايه شوف شوف جبت لك هاي احلى من الدايموند. شوف 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 الايرون رهيب. شينا هاي شينا اذا ما يفيدهم جيمهم من وش يا اخي، ما يفيدهم هذول شينا يا اخي. الله عليك والله العظيم. خلاص حتى دروع راح اعطيك اياهن، اريد اتخفق بداخل هذا الكوكب. لا ماكو، ما تدخل ما تدخل الا 50 بلوك دايموند، ما تدخل. اوكي امير يعني ممكن يعني تعطيني شويه دايموند؟ انقله والله العظيم اذا انت صعدت اللي فوق وبحثت هواي بذا الكوكب يجوز راح تلاقي دايموند، ولكن انت خلاص انت ما تستحق انه انت ترجع مره ثانيه لهذا الكوكب. اكو بيه مكان سري غير المكان السري اللي بيه موجود بيه الدايموند، ولكن انت غبي، شو اللي علاقه بيك يا عيال؟ والله العظيم توقعت اكو مكان سري بس انا ما انتبهت. شوفوا ما دام ما يقبلوني يساعدوني ويطردوني خلاص انا اليوم بالليل راح اسوي الخطه مالتي اللي اكيد انتم تحبونها، راح انتقم من عندهم واحد واحد يا عيال. اوكي خلي اروح انتظر الدنيا تصير ليل وارجع. يا اخي والله ما ادري شكله هذا اوجا ناوي على انه يسرقني، والله ما ادري. خلني بالله اروح لهذا الايرون اشوفه. اي سلام عليكم. هلا والله يا اخي، يمكن اوجا يبغى يسرقنا يا اخي، ما ادري يبغى يسرقنا. انا والله بعت له هذا الكوكب مالتي بثمان حبات دايموند، ولكن طلع ما يجي مرات بخير يا اخي، قال لي يا كوكب مالتك فاشل ما ادري شنو. ف والله لازم ننتقم منه باي طريقه يا اخي. عندك طريقه ننتقم من عنده؟ اي انا هسه بدي اسوي حمايه لهذا منطقتي هاي عشان ما يسرقني يا اخي. اي انا سمعت ذاك اي اساعدك، لان قبل ذاك قبل ما يشتري شو اسمه الكوكب مالتي يقول كان يريد يسرقني، ولكن انا سمعته. اي فلازم نحمي المكان مالتك قبل يجي يسرقك. تعال تعال تعال، اول شيء خلي نحفر البلوكات. شوف احسب انت كم بلوكات لافا. اي خلي لافا كل شيء، خلي كل شيء. اوكي هذا كله راح انا راح احفر وانت خلي لافا. اوكي نحيد دائره مداير، نحيد دائره مداير كل الكوكب مالتك كله لافا حتى ما يتجرأ ويدخل. اوكي بهاي الطريقة كلش مناسب، حط كل ترس لافا هذا يا عيال. ان شاء الله هذا اوجا بعد ما يقدر ويدخل ويسرق هذا المسكين صديقي زين. يعني والله ورطة هاي شباب، شنو يا اخي؟ مو وضعية هاي، مو وضعية هاي، شنو والله مو وضعية هاي. هذا السارق يا اخي دمرنا، لازم نحط له حد. او هذا موجود باكيتات لافا، راح اساعدك يا زين. اوكي حط الايرون بورس، حط من الايرون بورس. ها موجود عندك ايرون بورس؟ اي عطني يلا عطني مالك، عطني جيبه. كافو يا كبير، كافو. اوكي هسه خلي احطه بهاي الطريقه يا عيال. اوكي الحين مستحيل ذاك الورع يروح يسرق صديقي، لان انا والله العظيم ما اريد صديقي يتورط مثل ما انا ورطني وقال لي ان المكان مالتك خايس والكوكب مالتك خايس بعد ما بعت لي اياه بالرخيص. يعني والله شو اسمه هذا، والله ورع يعني مكان ما انا. اي يا اخي لك شنو والله العظيم، انا كوكب مالتي يسوى بلوك ونص، بعت له اياه بثمان حبات دايموند وراه شي يقول الكوكب مالتك خايس، شنو هاي؟
والله العظيم غريبة شباب. اوكي خلي نكمل ونترس هذا المكان كله لافا حتى يكون معدل ومرتب بهاي الطريقة. كل شيء تمام مو اللافا كلها معدلة مو؟ اي ياب ياب اي حلو حلو حلو. شكرا شكرا لك. هسه راح اشوف بلكت اكو اخطاء. اي هذا موجود خطا. اي الخطا شو راح نعدل هذا؟ اي خطا انا ما ادري شلون اكو التيار مال لافا. يلا عادي هذا او لا هاي حطيتها بالغلط. يا الله يا الله شلون ورطاي. اوكي بهاي الطريق نجيبها نحط لنا هاي الباكت هنا وهذا الباكت نحطه هنا وهذا هنا. والله خلاص اعتقد يجي تمام عادي. ما اعتقد ان شاء الله ان شاء الله ما راح يقدر يدخلك. يلا يلا مشكور الله يعطيك العافيه. اوكي يلا باي باي. يلا باي الله وياك. يلا شباب هسه خلي ارجع ابقى بالكوكب مالتي احسن لي شباب. والله ما ارطى هاي. اوكي خلي اصعد اول مره. واخيرا صارت الدنيا ليل يا عيال وحان الوقت المناسب لتنفيذ الخطه الشريره مالتي اللي هي راح اسرق الكوكب مال الدايموند ان شاء الله. اوكي خلي نشوف شنو اللي مسوينا. انا سمعت يقولون مسوين حمايه وما ادري شنو شنو هاي الاشياء الغبيه. اوكي اه شنو هاي الحمايه. اوكي يا عيال والله حمايه. أوه أوه حمايه غبيه. اوكي 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 شباب بنات والله ورطه. اريد ماي اريد ماي اريد ماي. اوكي اوكي احترقت احترقت. اريد ماي. اوكي باسرع وقت باسرع وقت اريد ماي. اوكي الحين انطفت النار. هسه خلينا نروح نحاول نسرق. والله حمايه غبيه تمام عبالي شيء اسطوري. اوكي اوه هلا والله بوكيتات الدايموند. بوكيتات دايموند شنو بلوكات الدايموند. لا انا ما يهمني الدايموند. اوكي اوكي خلينا نسرق البيكاكس. هلا والله هاي الادوات الرهيبه. خلينا نصعد الكوكب مالته باسرع وقت. يلا يلا اوه لحظه هذا منو؟ هذا صاحب كوكب الإميرالد. هلا والله خلي أروح له أقلب الخطة مالتي وراح أخدعه وأخليه هو اللي يتورط. أوكي يلا يلا خلي أروح له يا عيال. أوكي بسم الله. هاي صديقي صاحب كوكب الإميرالد وينك؟ والله شباب شكله ما موجود. أو هذا إجي. ها ها شكو شكو شو تريد من عندي تزعجني؟ اسمعني صديقي ما شاء الله ما شاء الله عليك انت واحد اسطوري. اسمعني يا اوغا اني ما اريد مشاكل بالمدينه سمعت. اني ما اريدك تعمل لي اي مصيبه بالمدينه وما اريدك تخرب صداقتي مع كوكب الدايموند وكوكب الايرون الفقير. اوكي لا لا اسمعني اني سمعت يقولون انه صاحب كوكب الدايموند سرق من عندك اغراض قبل كم يوم. ها سرق من عندي اغراض؟ انت متاكد من هذا الكلام؟ اي اي طبعا متاكد. شنو ما متاكد؟ اذا 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 ما تصدقني انتظرني هنا وراح اجيب لك الاغراض اللي سرقها من عندك. والله العظيم اذا فعلا كان كلامك صحيح راح اعلن الحرب على هذا الفاشل صاحب كوكب الدايموند والايرون. يلا اني انتظرك بهذا المكان. اوه يا عيال هلا والله. اوكي يلا يلا نجحت الخطه مالتي راح اخدعه واخليه يتورط. يلا مو مشكلة مو مشكلة نصعد منه. وي تمام. كوكب الدايموند راح نصعد له بهاي الطريق. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ننزل النوب. اوكي نخلي من هذا شو يسمونه الليدر او السلم. تمام نكمل بهذا الشكل. لازم نصعد باي طريقة اليوم. اوكي يلا 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 مو مشكلة صعدنا صعدنا يا عيال. هاي صار 20 بلوكة تمام. خلي نكمل هذا السلم باسرع وقت. والله راح اوصل باسرع وقت. اوكي مثل ما جاي تشوفون بس انا خايف اطيح باللافا. اوكي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ممتاز. هسه راح ننزل. اوكي شوف هاي نزل احترافية. يلا يلا يا شباب وصلنا الحمد لله والشكر وصلت. هسه شنو راح اسوي؟ نجي منها بلوكه بلوكتين ثلاثة أربعة اوكي خمسة. اوكي نصعد 1 2 3 4 5 6. اوكي يلا وصلت. اوكي ننزل واحد. اوكي يلا مثل ما جاي تشوفون راح نصعد باسرع وقت. اوكي وراح نسرق الكوكب مال الدايموند. هلا والله. هسه نخليها بهذا الشكل حتى ما اطيح. اوه هاي نكسرها بالغلط تمام. يلا يلا صعدنا 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 يا عيال. هلا والله واخيرا صعدت الى كوكب الدايموند. شوفوا المكان كثير كثير مرتفع. والله رهيب. اوه هلا والله. اوكي خلينا نفتح الباب. اي الباب ما ينفتح شباب الباب ما ينفتح. انا راح افتحه بطريقتي الخاصه. اوكي اوه والله رهيب. اوكي نكسر الباب بهاي الطريقه وراح نقدر ندخل تمام مو مشكله. اوكي انكسر يا بلوك غبيه تمام. والله الباب بعد ما انكسر عجيب. اوكي الحين راح ينكسر راح ينكسر. اوكي والله توقعت راح ينكسر.
ايه هلا والله انكسر. ننزل من هنا ونقول بسم الله. اوه شنو هذا المكان الرهيب كله دايموند، هاي الاماكن الاسطورية. بس لحظة، عنده افران، عنده انفل. اوه اوكي هلا والله دايموند، دايموند يا عيال. اوكي دايموند، اوكي خلينا نشوف. اوه صناديق، يا ساتر. اوكي اوكي يا ربي شنو هاي الاغراض الرهيبة يا عيال. تمام 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 تمام، اوكي هلا والله هلا والله يا عيال. خلينا نسرق هاي. او اسهم ذهبية، اوكي امتلأ الانفنتوري مالتي. الحين انا شو اسوي؟ لحظة لحظة، اكو هنا. او هاي لقيتها، لقيتها يا عيال. لحظة لحظة، نبدل هاي بهاي، وراح اروح لهذا الغبي صاحب كوكب الاميرالد الفاشل واقول له هاي الاغراض مالتك لقيتهن. اوكي شوفوا شوفوا يا عيال، يلا يلا بسرعة بسرعة. نزلت اني والله كنت راح اطيح باللافا. تمام وي اوكي نزلنا، يلا يلا. هيا غبي، وين الاغراض مالتي اللي تقول سرقهن؟ هاي جبتهن جبتهن. والله اذا انت كذاب يا ويلك. لحظه لحظه، هاي الادوات مالتك جبتهن اني باوع، هاي تشوفها. اوه هاي صحيح، من وين جبتها؟ هاي مالتك الاولى اللي كنت تسوي بها تعويذات وما ادري شنو، وهاي الثانيه اللي كانت عندك بالمعبد مالتك. اي والله العظيم شكلك انت يا اوغا ساعدتني، بس هذا ليش سرقني؟ شنو مسوي لاني؟ ما اعرف، يقول لي ان هاي تشبه بلوكه الدايموند، سرقها من عندك لان هو يحب الدايموند. خلاص خلاص يا اوغا، انت الحين تقدر تروح واني بنفسي راح انتظر هذا الغبي يجي واني راح اعلمه شلون يسرقني. اوكي، وهاي جائزه من عندي لك، هذا الايميرالد كله يا اوغا. شكرا شكرا شكرا، بس اريد بعد ايميرالد ما عندك؟ لا لا لا، انا اعطيتك ستاكر بلوكات، يلا انقلع يلا. اوكي اوكي يا عيال، صرت مطنوخ، صرت غني. اوكي بس خليني اكسر هاي الشجره. تمام هسه راح تعرفون ليش، الحين راح تعرفون شنو السبب. بس ثواني ثواني يا عيال، نكسر هاي ونكسر هاي ايضا. اوكي ها هلا راح تعرفون شنو اللي راح اعمله. اوكي لازم اخبئ هاي الموارد. شنو اللي ارمي هاي ما احتاجه. وين الخشب؟ هذا الخشب عندي. تمام هلا والله، راح اخبئ هاي الموارد اللي انا سرقتها بهذا المكان، وان شاء الله ما راح يكتشفونه للابد. تمام وصلنا وصلنا. او اكو صناديق، ممتاز نخبئ هنا يلا 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 حتى ما يعرفون انه انا المجرم الحقيقي. تمام هاي خبئتهم كلهم بالصندوق. اوكي اوكي يلا، او الصندوق اللي بعده. او ماي جاد، يلا 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 هلا والله. تشوفون الحين انتظر الخطه مالتي تنجح، بس تصير الدنيا صبح راح يجي صاحب كوكب الدايموند ويكتشف منو اللي سرقه، اللي هو صاحب كوكب الايميرالد، وراح يتشاجرون مع بعض واني راح استغلهم واسرق كوكب الايميرالد واشوف شنو موجود داخله. يلا خلي انتظر الصبح تطلع، اشوف الشمس بدأت تطلع يا عيال، خلي انتظر. ها يا اخي لك شنو هاي، من صاد كوكبي لا يكون سرقيني ذولي، على الاغلب انهم سرقوني. لو تستاهل تستاهل يا مجرم يا حرامي يا سارق. مين هو؟ اني شنو؟ تعمل نفسك شنو عندك البيكون حقي؟ ايه ايه لحظة، ايه ايه احترم نفسك يا جبان، تجي تسرقني عبالك اسامحك؟ ها؟ لا لا هذا حقي، وين سرقتك انا؟ لا 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 خلي اجلدك بهذا السيف حتى تتعلم. اوكي موت موت يا جبان. لا لك هذا حقي يا ولد، مالي هذا مالي والله العظيم مالي، انت سرقته من عندي. يلا موت. اوجا قال لي انت السارق. لا لا موت موت يا جبان، والله اجلدك والله اجلدك يا اخي. اوجا كذاب، بيسرقك اوجا، بده يسرقك يا اخي. لا اوجا ما يبي، يلا انقلع. تخلصت من عنده، راح اموت راح اموت. اوكي اوكي تخلصت من عنده يا عيال. اوه لحظه، أني قتلت يا ويلي يا ويلي، إذا يعرفوني الشرطة أني قتلت راح يجلدوني. لحظة لحظة خلي أروح للمستشفى بأسرع وقت أقول لهم أني قتلت واحد لازم تعالجونه. يلا يلا بأسرع وقت بأسرع وقت يا ويلي، أنا شورطني؟ لا يكون أوغا خدعني، حسبي الله عليك يا أوغا حسبي الله. وأخيرا نجحت الخطة مالتي يا عيال، وحاليا صار كوكب الإيميرالد فارغ وما بي اي شخص موجود هنا، أنا يعني فرصتي حتى اسرقه. اوكي خلينا نشوف شنو موجود هنا. هلا والله هاي الشغلات الرهيبه. اوكي خلينا نصعد ونقول بسم الله. اوكي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شوفوا يا عيال هاي الشغلات اللي اني دائما احبها، انه بسهوله اجي اسرق هذا. اوه والله ما راح اقدر اصعد، شكله هذا الكوكب عملاق، بس مو مشكله مو مشكله. يلا يلا احنا ندبرها، احنا قدها يا عيال. تمام تمام لازم اسوي لي طريق للهروب، لان مثل ما تعرفون الهزيمه ثلثين المرجله او الفلته الهربه. اوكي الهروب، يلا وصلت 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 وصلت. هلا والله والله الكوكب هذا عملاق، كوكب الايميرالد الاسطوري. تمام خلينا نشوف. اوه مفتوح،
هاي الشغلات الأسطورية. أوكي يا عيال بسم الله الرح. لا 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 أنا خاف أفتحها ويطلع مقلب أوفق. ثواني راح أنزل منها. أوكي أوكي يا عيال. أوه والله توقعت راح أطيح. تم. أوه والله رهيب هذا المكان. أوكي شوفوا هاي هنا أنا والله لعبة حلوة صايرة. هلا والله هلا والله. أوكي خلينا نشوف شنو. أوه عنده مكتبة مال تطوير ممتاز. مكتبتين. اوكي هاي شنو موجود خلفين؟ اه ما موجود شي. والله توقعت اكو شي تمام. اوه اف دا هلو والله عبالي دايموند. هلو والله يا عيال لقيت الترا. اوكي اوكي خليني اشوف بعد عنده شنو. اوه يا عيال هلا والله هلا والله هاي الاشياء الرهيبة. خليني نلبس هاي الدروع يا عيال مثل ما جاي تشوف. لحظة هلا والله والله ناقصني تشست بليت. اه ما احتاجه. نجيب الفاير. اوكي هاي الفاير. اوه نذر ستار. تمام تمام هلا والله نجيب الايميرالد هذا كله يا عيال مثل ما جاي تشوفونه. اوكي اوكي يلا يلا يا عيال يلا يلا. او توتم خلي توتم بهاي الايد الثانيه. اوكي والله العظيم. او بيضه مال تنين. اوكي اوكي هاي رجع ما احتاجه. بيضه التنين وين بيضه التنين جبتها؟ نجيب هذا بعد. شنو موجود هنا؟ او نفس الاغراض يا عيال. هلا والله والله العظيم شغلات رهيبه. اوكي اوكي لحظه لحظه النذر ستار نرميه. نجيب البيكوكس خليه هنا. هلا والله شغلات رهيبه يا عيال شغلات رهيبة. هاي هاي منو دخل المخبئي؟ اوه يا عيال اوكي اوكي خليه اهرب خليه اهرب خليه اهرب يا عيال والله العظيم مصيبة هاي. اوكي خليه اهرب يلا. هاي يا مجرم اجولك الشرطة. اوه يلا هروب. اوكي يا عيال مثل ما تشوفون الحمد لله والشكر قدرت اسرق كل هاي الكواكب الاسطو. اوكي لا لحظة خليه اصعد خليه اصعد. اوكي الحمد لله والشكر مثل ما شفتوا قدرت اشوف شنو موجود داخل كوكب او قمر الايرون الفقير ضد كوكب الدايموند وايضا كوكب الايميرالد. فلا تنسون كلكم تحطوا لايك وتشتركون بالقناة وتتابعوني على الانستغرام. رابط حسابي مال الانستغرام بالوصف. وبس مع السلامة. باي باي.